للمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا المحلل السياسي سنان حتاحت. أهلا بك أستاذ سنان. أهلا بكم. بداية، كيف يمكن لكم أن تفسروا لنا ما يجري من قصف روسي مستمر على سراقب بريف إدلب وكذلك في دوما وغيرها من المناطق في الغوطة الشرقية؟ كيف تفسرون هذا القصف المستمر؟ يعني في الحالتين هناك تجاوز واضح جدا لمناطق خفض التصعيد التي أقرتها روسيا بنفسها في اتفاقيات الأستانة، وفي الحالتين أيضا هناك دليل واضح على استمرار ونهج موسكو والنظام في تهجير المدنيين من المناطق الآمنة، وذلك يعني بشكل واضح على خط الأوتوستراد الدولي الذي يصل حلب لدمشق، واستهدفت كل من بلدات خان شيخون وصراقب ومعرة النعمان، وكلها في محاولة لتفريغ هذه المراكز البشرية من أبنائها ومن سكانها وأيضا من النازحين الذين لجأوا إليها، في حال في يعني في في دليل واضح على محاولة تهجير المزيد من السوريين والسيطرة على العقد الاستراتيجية في البلاد. إذا ما الجدوى من مناطق خفض التصعيد والتوتر في ظل هذا التناقض الروسي الذي يرعى الحوار ويدعو للحل في سوتشي وأستانا كذلك ويقصف من ناحية أخرى؟ يعني لا يوجد جدوى حقيقية اليوم. العمل باتفاق الأستانة إلى حد كبير هو في وقف في 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 رسم الوقت الموقف. المعارك مستمرة، في الأمس قامت قوات المعارضة من استرداد سيطرتها على عدد من القرى شرقي مدينة سراقب، وكذلك الأمر في الغوطة ما زال القتال مستمرا على طول الجبهات. اليوم تم استخدام في وقت سابق اتفاقيات الأستانة ومن أجل الدفع بحلول مؤقتة ريثما يقوم النظام بالتقاط أنفاسه والعودة للهجوم من جديد. تم الاستفادة من اتفاقيات الأستانة مثلا من أجل أن يقوم النظام بالهجوم على مواقع داعش شرقي البلاد، واستطاع من خلالها أن يعود أن يعيد سيطرته على دير الزور على مدينة البوكمال. والآن وقد تمت هذه العملية يقوم بإعادة تركيز قواته على الجبهات الغربية من أجل الهجوم على مواقع المعارضة في محافظة إدلب وفي أيضا في غوطة دمشق. نعم، بالحديث عن المعارضة، برأيكم لماذا تحرم روسيا على المعارضة السورية الدفاع عن نفسها وعن المناطق التي تسيطر عليها في حين أن الغارات الروسية وغارات النظام تسببت في دمار هائل في البنى التحتية وفي مناطق آهلة بالمدنيين؟ لا يوجد منطق تحتكم إليه روسيا في أعمالها في سوريا، إنما هي تحتكم إلى القوة الغاشمة والتي تسمح لها بتنفيذ مخططاتها دون محاسبة، وهذا يعني يدل على شيء، فإنه يدل على عجز المجتمع الدولي وعلى أيضا فساد النظام الفيتو في الأمم المتحدة. فالفيتو الروسي يحميها ويعطيها جميع الحقوق في تنفيذ مخططاتها دون العودة إلى القانون الدولي، وفي غياب دور فعال للأمم المتحدة للولايات المتحدة كطرف مقابل دولي يردع عن روسيا، فلديها كامل الحرية في تطبيق وفي تنفيذ وفي تفسير كل المعاهدات الدولية كما يحلو لها. فالأمر مع روسيا لن يتغير دون أن يتغير الموقف الأمريكي من الثورة وأن تلبي حاجات متطلبات الشعب السوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سنان حتاحت، المحلل والكاتب السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.